السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الكونستراكتور والديفولت كونستراكتور وازاي نعمل انيشاليزيشن ليه، وايه هو البارامترايزد كونستراكتور، و وان انا ازاي ادي له اكتر من بارامتر. يعني ان شاء الله في الفيديو ده بقى، يعني صحصحه كده، الفيديو ده هنتكلم بقى عن جزء مهم جدا وهو الانهيرتنس او الوراثه. الانهيرتنس هو من اشهر الحاجات او من اقوى الحاجات او من اهم الحاجات اللي موجوده في الاو او بي. الانهيرتنس هنا هو معناه الوراثه. كنت في فيديو في اول الاو او بي كده لما جينا نتكلم عن الاو او بي فيتشرز، وقلنا والله ان الانهيرتنس ده الوراثه، وان انا لو عندي اتنين كلاسز او اتنين بيتشابهوا في بعض الصفات، طب ليه ما اخليش الكلام ده في كلاس بيرنت والاتنين يورثوا منه. يعني كنت عملت مثال كده قلت فيه، يعني كنت عملت مثال كده وقلت فيه ان لو انا عندي مدرس وعندي طالب، ده المدرس ليه اسم وليه عنوان وليه عدد وليه سن مثلا، والطالب ليه اسم وليه عنوان وليه سن. فبدل ما اعرف الفاريبلز دي في كل كلاس على حده واستهلك من الميموري بتاعتي، طيب ما انا اعرف الفاريبل ده في كلاس واحد ثالث او ثالث منفصل خالص، واسميه الكلاس البيرنت بتاعي او الاب، واخلي الاثنين التانيين يورثوا منه اللي هو التيتشر والستودنت، والكلاس ده مثلا اسمه بيرسون. من اشهر الحاجات او هي العلاقه ما بين الاثنين او الريليشن شيب ما بينهم اسمها از ا. يعني ايه از ا؟ يعني التيتشر از ا بيرسون، الستودنت از ا بيرسون. مثلا عندي كلاس كبير اسمه انيمال، وعندي قطه وعندي كلب، فالقطه از ا انيمال، الكلب از ا انيمال. فلو انا عندي ايه المشترك ما بين القطه والكلب مثلا؟ ان الاثنين بيطلعوا صوت مثلا، يعني واحد بينهمهم وواحد بيهوهو، فالاثنين بيعملوا حاجه مشتركه. فبدل ما اروح لده واعرف ميثود اسمها ميك ساوند مثلا، واقول لها انت بتنونوي، واروح للكلب اطلع ميثود ثانيه واقول له ميك ساوند برضه، واقول لها انت اقول له انت بتهوهو، طب ما انا احط الميثود دي في كلاس بيرنت وادي له امبلمنتيشن، واخلي الكلاسز الثانيه اللي هي القطه والكلب يقدر ان هو ايه يورث منه. طيب كده احنا كنا اتكلمنا عن الانهيرتنس، خلاص عرفنا ان هو ميكانيكيزم او وسيله دورها ان هي توزع تفاصيل او صفات على الباقي. اب بيدي لابنه صفات، الابن بيورث تقريبا جميع صفات الاب بس زياده شويه تفاصيل. يعني الفكره كلها ايه دور الانهيرتنس اصلا، او انا ايه اللي يفيدني لما اعمل انهيرتنس؟ ان انا بسهل الكود بتاعي، بعمل حاجه اسمها ريوزابيلتي، بعيد استخدام نفس الشيء، ما اضطرش ان انا الحاجه اللي بعملها مره وبكررها كتير في الابلكيشن بتاعتي مش كل مره هفضل اكتبها، مش كل مره هفضل اعملها. طب ما انا اسجلها في كلاس لوحده منفصل، ووقت ما احتاجها اورث منها. يعني انا محتاج الحاجه دي مثلا 20 مره في الابلكيشن، مش من الطبيعي ان انا كل مره افضل اكريتها وكل مره اعمل لها الكود الخاص بيها 20 مره. ده كده هو ماشي، هو هيشتغل بس ده هيكونسيوم في الميموري بتاعتي، هيكونسيوم التايم بتاعي كديفلوبر، هيحرق معايا وقت كتير، فده مش صح. وككلين كود بقى بعد كده، ده مش البيست سيناريو اللي انت ممكن توصل له. فهنا بيجي دور الانهيرتنس بقى، تعمل كلاس منفصل تحط فيه الداتا اللي انت حاسس ان هي ممكن تكون مشتركه على اكتر من كلاس، وتخلي الكلاس اللي عايز يورث منه يورث منه براحته. بس في الحاله دي الكلاس اللي بيوزع اسمه البيرنت، يعني الاب او البيز او السوبر كلاس. دول ثلاث مسميات بينطلقوا على الكلاس اللي بيوزع على الباقي، اللي هو البيرنت والبيز وال اللي هو البيرنت والبيز واللي هو السوبر. تمام. الكلاس بقى اللي بيورث ده اسمه تشايلد او طفل، فده بيبقى ليه ثلاث اسماء برضو، اللي تشايلد كلاس او الديريفيتيف كلاس او السب كلاس. ده كلاس بقى ايه بيورث من الكلاس البيرنت. طيب هو انا اصلا زي ما قلت كده ليه اعمل الانهيرتنس بتاعي؟ علشان استخدم ميثودز زي الاوفر رايدنج بتاعت البوليمورفيزم، اللي انا استخدم هي نفس الميثود بس الامبلمنتيشن بتاعها مختلف. هنشوف على فكره مثال كمان شويه ان انا ممكن اعمل مثال كبير قوي زي الموظفين. الموظفين في اي شركه كلهم بيجتمعوا حول ان ده ليه عدد ساعات عمل، وان ده ليه سالري، وان ده ليه اجازات،
ولي حوافز مثلا، فكل الموظفين بيشتركوا في الحاجات دي، بس كل واحد التفاصيل اللي جوه مختلفة عن التاني، ده بيقبض غير اللي ده بيقبضه، وده بيقبض غير اللي ده بيقبضه. فاحنا هنعمل مثال مثلا، هنخلي كلاس كبير خالص اسمه موظفين، وهنعمل تحتيه سب كلاسز بقى او تشايلد كلاسز، موظف مثلا شغال اندرويد ديفلوبر، موظف تاني شغال اي او اس، شغال بي اتش بي، شغال جيم ديفلوبمنت، فكل واحد هعمله في كلاس منفصل، بس كلهم هيورثوا من الكلاس الكبير قوي اللي اسمه ايه امبلوير. تمام، هنخش ان شاء الله ده في ايه في الكود العملي. وطبعا زي ما قلنا ان هو بيعمل كود ريوزابيلتي او بيعيد ايه استهلاك نفس الكود بس الامبلمنتيشن مختلف. يعني ايه امبلمنتيشن تاني؟ يعني الحشو بتاع الميثود مختلف. طيب اتكلمنا عن الكلاس والسب كلاس، اوكي. انا لو عايز اورث من كلاس تاني، في كي وورد بستخدمها اسمها اكستند. اكستند هنا يعني بيورث، انا عندي كلاس هورث من كلاس تاني. تمام، كلمة اكستند هي اللي بتخلي الاتنين كلاسز يورثوا من بعض. اوكي، تعالوا نخش في مثال عملي سريعا كده. هنعمل فيه لو انا عندي انا كان عندي كلاس قبل كده اسمه انيمال مثلا، هحط جواه ميثود، ثم بعد كده هعمل كلاسز تانية حيوانات تانية، وابدأ ان انا اورث من الانيمال ده وازود عليه تفاصيل زيادة. تمام، نقفل كده ونمسح المين بتاعنا. انا كان عندي الانيمال ده كان جواه ميثود اسمها ايتنج بالشكل ده، وكانت جواها ايتنج مثلا، خلينا نسيبها ايتنج بالشكل ده. حلو، طيب لو عندي كلاس تاني مثلا، شايف هنا كلمة public class animal فقط، ده كده هيبقى الكلاس البيرنت بتاعي اللي هيوزع على بقية الايه الكلاسز التانية. خليني اجي هنا واعمل new java class واسميه cat بالشكل ده. حلو، انا عندي القطة دي دلوقتي، ماشي. القطة دي عشان اخليها تورث من الكلاس اللي اسمه animal، بقول له extend بالشكل ده كده واقول له animal. كده هو حرفيا ورث كل التفاصيل اللي موجوده في الانيمال. احنا طبعا حتى الان هو مفيش الا ميثود واحده بس اللي هي الايتنج، بس هو ورثها. لو انت عندك بقى عدد زي ما انت عايز من الميثودز والفاريبلز، هو ورث كل حاجه. حلو جدا، تعال عند المين كده. لو انا اخدت اوبجكت من الكات وقلت للاوبجكت ده دوت، ونشوف الميثودز اللي هتطلع لي، هيجيب لي الايتنج. ليه؟ لان هو قدر يورث الايتنج من الانيمال بتاعي. فهكتب كات كده، هكلم الكلاس اللي اسمه كات، هكلم الكلاس اللي اسمه كات، وهبدأ اقول له مثلا انا عايز اخلي قطة مثلا شيرازي بالشكل ده، واقول له انت بتيكوال نيو كات. كده انا خدت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه كات. تعالى كده على الشيرازي دي واقول له دوت، على طول راح مطلع لي كلمة ايتنج اللي هي ميثود اللي موجودة في الانيمال هناك، فاختارها بالشكل ده. طب هو ازاي قدر يشوفها؟ يعني انا الكات بتاعتي فاضي ما فيهوش اي حاجة حرفيا، ازاي قدر يشوف الكلاس الميثود اللي اسمها ايتنج؟ قدر يشوفها لان هو هنا الكات بيورث من الانيمال، تمام، والانيمال جواها ايتنج. والمين لما خد اوبجكت من الكلاس قدر ان هو يعمل له انيشاليز، والمس والاوبجكت ده قدر ان هو يشوف الايتنج بتاعي. فلما عملت رن كده هتلاقيه على طول راح تابع لي كلمه ايتنج اللي موجوده في الانيمال بتاعي. يبقى انا كده حققت مفهوم الوراثه، ان في كات بتورث من الانيمال، حتى الكات نورت اهي مع ان هي اصلا فاضيه ما فيهاش اي حاجه. زود بقى على كده بقى اي حاجة تانية، شوف عندك كام ميثود مثلا، عندك القطة بتاكل وعندك القطة بتشرب مثلا بالشكل ده، وعندك القطة بتمشي. بالشكل ده لو جيت بقى هنا عند المين، بص حتى الان الكات فاضية مفيهاش اي حاجة. روح على المين كده وخد نفس الاوبجكت اللي اسمه شرازي ده وقول له دوت، طلعت ايتنج ودرينكينج ووكينج الثلاثه هم. يبقى كده هو قدر يشوفهم عشان هو وارث اصلا كل الصفات ده. تمام، وانا كده كده الاوبجكت بتاعي هو انستنس من الكلاس، يعني هو جزء من الكلاس، والكلاس بيورث من كلاس تاني، فالاوبجكت شايف الكلاس التالت. عارفين انت اللي هو المثال بتاع لو الاول بيساوي التاني والتاني بيساوي التالت، اذا الاول بيساوي التالت، هو ده بالظبط اللي بيحصل. فهنعمل رن كده بالظبط، راح تابع لي الايه الثلاث حاجات اللي كل ميثود فيهم بتطلع برنت على الشاشه بالشكل ده. يبقى انا كده حققت ايه مفهوم الوراثه. حلو جدا، طيب هل ينفع اورث من اكتر من كلاس؟ يعني انا دلوقتي القطه ورثت من الانيمال، هل لو خليت مثلا كلاس تاني يورث من اتنين ينفع؟ لا ما ينفعش.
يعني ما ينفعش ان انا مثلا اجي هنا اقول والله القطه دي بتورث من الانيمال وبتورث مثلا من الاي تي ام ولا حاجه، يعني اعمل كوما كده واقول له اي تي ام بالشكل ده على طول طلع ايرور. ايه هو الايرور؟ تعال نقف عليه كده. قال لي والله الكلاس كان نوت اكستند مالتيبل كلاسز، ما ينفعش ان كلاس واحد يورث من اتنين كلاسز. طب ليه؟ علشان الامبيجوتي او الالتباس اللي ممكن يحصل. يعني انا لو انا عندي نفس الميثود اللي اسمها ايتنج دي موجوده هي في الاي تي ام، لو الكات جت ورثت من الاثنين هتبقى مش عارفه تورث انهي واحده فيهم، فده هيحصل التباس. فهم منعوا ان ينفع ان في كلاس يورث من اتنين كلاس، او فهم منعوا ان في كلاس يورث من اتنين كلاس، فمش مسموح انك تعمل ده عشان الالتباس ما يحصلش التباس. بس هنعرف كمان شويه ان انا ممكن اعمل انترفيس والانترفيس بيورث من اتنين انترفيس عادي يعني. لكن حتى الان احنا متفقين ان الكلاس اخره يورث من كلاس واحد فقط. بس كده، ده كده كان المالتي ليفل بتاع الانهيرتنس، وان هو مش مدعوم، وان انا اقدر ان في قطه تورث من انيمال. انا كده شرحت البيزك بتاع الانهيرتنس، وازاي ان في قطه قدرت تورث ثلاثه ميثودز موجوده في الانيمال. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بقى هنعمل مثال يعني دسم بشكل شديد جدا، او ان هو فيه تفاصيل شويه. هنعمل مثال اللي هو اللي انا قلت في اول الفيديو، الموظفين ان هم بيشتركوا في بعض الحاجات، وكل موظف فيه تفاصيل مختلفه، وكل موظف منهم بيورث بعض الصفات الاساسيه اللي موجوده في الكلاس البيرنت. فمش هطول عليكم ان شاء الله في الفيديو ده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع المثال. بس هو الفيديو هطول شويه الفيديو اللي جاي يعني. فشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.